أحلى صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي هالويوه الطيبة، صباحكم ورد من مدينة ألمانية جديدة ألا وهي كاسل، KASSEL كاسل. هذه أنا جايينها مو بالهدف، فيها الهدف الحديقة اللي أنا صورتها قبلها، قلعة وفيها شلالات وفيها، بس مدينة مبين عليها، شوفوا سبحان الله من النفس تنفتح من الشوفة، مبين عليها أنها جميلة من البداية. وما دام أنك في ألمانيا فما في أي المهم يا أخوان، أنا بدلت البطاقة الألمانية من شركة إلى فودافون، حين توني طالع من فودافون، شركة فودافون بدلت البطاقة والسيم كارد، لأن الشركة القبلية كانت تعبانة وما في إرسال قوي لكن هالشركة فودافون أنا جربتها كذا مرة في ألمانيا، أفضل تقريبا، أفضل تغطية عندهم في الأماكن الحدودية، في الأماكن الجبلية. لا 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 صراحة حلوة، حلوة المدينة. قلت ما دام أنها قريبة من القلعة بمرة أشوف السيتي سنتر، والمرة ببدل البطاقة. اسمحوا لنا اللي ما ردينا عليهم يا أخوان، اللي يعني أنا أستغرب من بعض الأسئلة، بعض الأخوان يرسلون أسئلة، أنا والله أبغى أجر سيارة في برلين، كيف الطريقة؟ يا أخي معقول هذا سؤال؟ أنت بتسافر ما تعرف كيف تأجر سيارة؟ أستغرب من بعض الأسئلة اللي مثل كذا. يعني يا أخوي شوف، موقع رنت الكار هذا وسيط، ادخل موقع رنت الكار وشوف السيارة اللي تناسبك، اللي تناسبك، تناسب سعره، السعر اللي تبغيه، في أي مكان تبغي تأجرها، سواء في أوروبا، سواء في آسيا، سواء في أي مكان، هذا موقع وسيط بينك وبين شركات السيارات، ويعني وعندهم خصومات زينة، يعني بصراحة خصوماتهم وايد حلوة، خصوصا إذا بتأجر سيارة على الأقل بعد أسبوع، بعد أسبوع بتكون الأسعار عندهم حلوة. بس يا أخوان الله يخليكم، أنتوا تحرجوني بهالأسئلة، والله بأجر سيارة في برلين وكيف الطريقة؟ هل يعقل؟ وبعدين يا أخوان شوفوا، ترى للعلم الطرق في ألمانيا والطريقة في أوروبا والسواقة فيها لازم يكون عندك المام في طريق. مثلا في أوقات أنت مفروض تمشي وراء الترام، شوف هالترام مفروض تمشي وراه، في أوقات لا ممنوع تدخل يعني في طريق الترام، في أماكن ممكن وفي أماكن مش ممكن، لازم تعرف الشيء هذا. وفي أماكن تأخذ عنه يمين، في شوارع تأخذ عنها يمين وفي شوارع لا ما في يمين، لازم تمشي وراه، يوم يوقف توقف وراه، لا تتجاوزه لين يتحرك وتحرك وراه. فأمور كثير كثير، يعني حتى أوقات يعني مثلا تكون عندك الإشارة خضراء وأنت بتلف يسار، من بتطلع من الشارع إلى شارع فرعي يسار، لكن الناس اللي جايين في وجهك لهم الأولوية، فتخلي بالك ما تقول شيء الإشارة خضراء عندي وخلاص بطلع، لازم يكون عندك بعض الألمام بقوانين السير في أوروبا، خلوا بالكم يا أخوان من هالشيء هذا. اللي يسألني سؤالك أنا برد عليه، لكن بعض الأسئلة اللي يقول لي كم يكلف السفر هذا أنا ما رد عليهم، لكنك أنت وجهت لي سؤال مباشر، كم يكلفك السفر؟ أنا يكلفني يوميا أجر سيارة والفندق والأكل وكل مواصلات البترول وكل شيء من 1000 إلى 1300 ريال أو درهم إماراتي، أنا ميزانيتي كذي، فما أدري بغيري يعني. نوع السيارة اللي بتأجرها، هل هي كبيرة، هل هي صغيرة، هل هي مرسيدس، هل هي بي ام، هل هي نوع السيارة يأثر، مدة التأجير، شركة التأجير كذلك، في فرق بين يوروب كار وفرق بين بودجت وفرق بين هيرتز وفرق في فروقات يعني في الأسعار. ليش فروقات في الأسعار؟ الخدمات يا أخوان، الخدمات. أنا مرة مثلا يعني زميلي صب في السيارة، بدل يصب بترول صب ديزل، وقفت علينا في هولندا وإحنا مجرينها من ألمانيا، خلال 5 ساعات يوني وحطوا يبوا لي سيارة جديدة وشلوا السيارة اللي مختربة. فالخدمات هنا تختلف، لازم الأسعار تزيد. ما زلنا في مدينة كاسل الألمانية، مدينة الصراحة روعة، أول مرة نزورها. وهالمدينة جنوبي هانوفر، قريبة من هانوفر تقريبا 190-110 في الحدود كيلو، وفيها القلعة اللي أنا صورتها اللي
زين ضربت عصفورين بحجر. زيارة المدينة زائد برلين قريبة مني كذلك، بس أنا ما عندي خطط إني أوصل برلين. في مكان قبل برلين بالضبط قريب من رمون برلين، والله يمكن بعد. أنت تعرفون يعني أنا الخطط تتغير عندي، اللي يسألني يقول لي شو خطتك، فأعطنا خطتك يا أخواني، لا تسألوني هالسؤال بعد. الخطط تتغير كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة ترى، فما أقدر أعطيكم المسار. أنا عندي أهداف أساسية يعني رئيسية وأهداف ثانوية. إذا جيت مكان مسكر ولا كذا ولا سوون لصيانة، مول البديل جاهز. هذا مركز، شوف مركز تجاري، شوف محلاته. نواصل. مدينة تستحق أن الواحد يريح فيها إذا رايح هانوفر ولا جاي من هانوفر، تستحق زيارة هاي للقلعة اللي فيها. كان ممتاز جدا للاستجمام. بالنسبة حق اللي يسألوني يا أخوان، يسألوني بكثرة عن الجي بي اس. انا استخدم جارمن، لكن تاخذون نفس اللي عندي. انا في واحد جديد عن نازل، اخذوه اللي فيه. اللي بعد ابو كاميرا، بعد ابو كاميرا نزل واحد جديد سريع قوي، نوفي، جارمن نوفي. وبعدين في اوروبا الشرقيه والغربيه والشرق الاوسط شمال افريقيا، وأفضل طبعاً الجديد حب الشديد. أكيد في مواصفات بعد زيادة، فأنصحكم تأخذونه. هاي الكاتدرائية، عمان الصيانة، شوف تعال وين أروح، كل صيانة مدينة كاسل. ألمانيا. مركز سيتي بونت. هذه ساحة للاسترخاء. نواصل. البلد الوحيد ألمانيا اللي فيه خليط من الجنسيات في أوروبا. ألمانيا أنا يعني اللي في بالي، يعني اللي أعرف أنه أكثر بلد فيها مغتربين من أفريقيا، من آسيا. فيها فرص العمل كبيرة، فيها فرص العمل كبيرة. ومثل ما أقول لكم يا أخوان، اللي عنده صنعة واللي عنده مثلاً أفضل من الموظف العادي، ترى تحلك مطعم ولا شغلة هندسية، أنت خبير إلكترونيات، خبير أفضل لك من الأمور الثانية كلها. جاليري، هذا الكفوف طبعا كل مكان موجود في ألمانيا. هو هذا هو كريستال كل مكان. أنا مبركن في بركن، في الباركن عندهم. هذا تقرير بسيط عن مدينة كاسل الألمانية.
كنت في مرة من سنتين في هامبورغ، في قريب منها كنت في هانوفر، وكنت أتشاور أوصلها ولا لا، ولكن كان عندي جدول مليان وما جيت. سبحان الله، واليوم الله كتب لي إني أوصلها. تحياتي للجميع ومشكورين على المتابعة.